سافرنا من جيزان إلى جزيرة فرسان بالباخرة، وقد صلى بنا راكب الظهر والعصر جمعا وقصرا، علما بأن المسافة لا تزيد عن 40 كيلومتر فقط، ولكن مدة السفر أكثر من 3 ساعات، فهل ذلك جائز؟ مسافة القصر هي ما يبلغ مرحلتين للراحلة. يبلغ مرحلتين للراحلة، وذلك يتحرر ب80 كيلو تقريبا، كل مرحلة 40 كيلو، المرحلتان إذن 80 كيلو تقريبا. وهذه المسافة التي ذكرها السائل قصيرة، لا يباح فيها القصر ولا الإفطار في رمضان على أحد أقوال العلماء. طيب. فكان الواجب أن يتم الصلاة، أن يتم الصلاة في هذه المسافة. وما ذكره من الأيام، ذكره السائل من الأيام الثلاثة، هذا لا دخل له، الكلام على المسافة. إذا كانت 80 كيلو فأكثر جاز القصر، وإن كانت أقل من ذلك فإنه لا يجوز. بارك الله فيكم. الواقع أن السؤال لو تكرمتم شيخ صالح يقول إن المدة 3 ساعات رغم أن الكيلوات 40 كيلو. كذلك لا 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 عبرة بالزمن على هذا القول، لا عبرة بالزمن، العبرة بالمسافة. نعم.